أحب لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها